أكد سفير مصر لدى جنوب أفريقيا أحمد الفاضلي أن مصر يمكن أن يكون لها دور قوي في تقوية علاقة مجموعة بريكس بأفريقيا. أضاف الفاضلي خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري أن التجمع بصورته الجديدة يضم 3 دول إفريقية و3 دول عربية، مشيرا إلى أن مصر هي القاسم المشترك والوحيد ما بين المجموعتين في التجمع، مشددا على أن هذا يوفر مساحة أكبر لمصر لتمثيل المصالح العربية والإفريقية. التجمع النهاردة في صورته الجديدة بيشمل نتكلم على 3 دول أفريقية، جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا، و3 دول عربية، مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مصر هي القاسم المشترك الوحيد بين المجموعتين الإفريقية والعربية في هذا التجمع. ده بيوفر مساحة أكبر للتنسيق، مش فقط بالنسبة لتمثيل المصالح الأفريقية ولكن أيضا المصالح العربية. فيما يتعلق بالمصالح الأفريقية في يمكن 4 أو 5 أهداف أو مجالات محددة ممكن انه دور مصر يكون قوي لتقويه علاقه مجموعه البريكس بافريقيا. اولهم حاجه التمويل لمشروعات البنيه التحتيه في افريقيا. نعلم ان هناك خطه عمل للاتحاد الافريقي ذات الاولويه ضمن برنامج تطوير البنيه التحتيه في افريقيا، مثل مشروع سد انجا ورص الملاحي بين بحيره فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع طريق القاهره كيب تاون، وتعامل أيضا مع قضايا التغيرات المناخية.